قبل ما ندخل العوامل الموسمية، نتحدث أن هذه الزيارات كان لها انعكاس على الاقتصاد، لكن أليس انعكاسها انعكاسا إيجابيا؟ يعني حينما تحدث هذه الزيارات الخارجية ويكون هناك وعود بالاستثمار، ألا ينبغي أن يبعد ذلك على الارتياح في السوق، على تحسن في الأسعار بدل هذا الانهيار الكبير في السعر؟ لا، هو طبعا بالنسبة للناحية الاقتصادية نفكر أنه الزيارات مهمة، لأنه أرسلت أيضا يعني رسالات يعني بالنسبة للغربيين بأن الحكومة الحالية يمكنها أن تتجه يعني إلى اتجاهات خارجية أخرى إذا لم يعني يعود الغربيين لدعم هذه الحكومة حسب وجهة نظرهم. وأيضا لكن على الصعيد الداخلي هنالك بالنسبة للتجار النقد الأجنبي بالنسبة للمضاربين هم يعني مستوعبين تماما للطريقة التي يفكر بها القائمين على إدارة الأمر الاقتصادي الحالي، فبالتالي هذه الطريقة مع الإعلام الثالث الموجود حاليا بيأدى لأن اقتصادنا بيعتمد على الشائعات بتأثر تأثير يعني كبير جدا، وما رشح من الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت بشكل واضح على ارتفاع معدلات ارتفاع أسعار المحروقات الطاقة، ارتفاع أسعار الغذاء، وده طبعا أدى إلى الإجراءات اتخذتها الحكومة بأنها حركت أسعار الطاقة وحركت أسعار القمح، ده كله بيؤدي مؤشر على إنه يعني الوضع المالي الحالي بالنسبة لي الحكومة الحالية غير مريح، فضلاً عن إنه التطاول بتاع فترة المزادات اللي كان التي أعلنها بنك السودان المركزي، الفترة بدأت تتباعد بين كل مزاد ومزاد آخر، فضلاً عن إنه المبالغ المرصودة لكل مزاد والإجراءات أيضاً التي اتخذتها اللجنة الاقتصادية العليا التي يعني تحدثت عن الإجراءات الأمنية وقيام محكمة لمحاكمة المضاربين في الدولار، دي كلها أعطت مؤشرات سالبة بالموقف المالي والاحتياطيات الموجودة. نعم. ولا نستبعد إنه يكون هنالك يعني دخلت الحكومة لشراء النقد من السوق الموازي، ده أدى لحدوث طلب يعني كبير جدا. هذا الطلب يعني من جانب الحكومة ومن جانب التجار ومن جانب بعض الذين لديهم يعني سيولة نقدية من العملة المحلية قرروا للسوق الموازي لحماية أموالهم بأنه يشتروا يعني نقد أجنبي. هذه العوامل المعقدة الكثيرة ساهمت بشكل كبير في يعني الاضطراب الكبير الآن الموجود في الأسواق خاصة سوق النقد الأجنبي، وعدم خروج بنك السودان المركزي بتدابير او باي يعني توضيحات للراي العام، وايضا برضه لديه تاثيرات سالبه يعني المتعاملين في السوق الموازي ايضا هم يرصدون بدقه تعابير الوجه للمسؤولين وتصريحاتهم، وبيستطيعوا يقروا من خلالها الموقف بتاع الدوله. ايضا عدم التزام وزاره الماليه بسداد الهيكل الراتبي الجديد الذي وعد به العاملين في الخدمة المدنية في مرتب زيادة من شهر يناير وأيضا عبر شهر فبراير، ولم تتم زيادة المرتبات، والآن يوم 25 حتى الآن لم يصدر قرار من وزير المالية في الالتزام بدفع مرتبات العاملين في الخدمة المدنية في شهر مارس أو حتى المتأخرات، ولا حتى منحة لشهر رمضان لمواصلة متطلبات شهر رمضان. ده كله بيعكس الوضع المالي الحقيقي للحكومة الحالية.